محظى باهتمام طلاب الجامعات في كوريا الجنوبية، ولذلك فإن لغة الضاد تدرس في 6 جامعات كورية. مفادنا يحيى نافع يخبرنا عن ذلك من خلال تقريره التالي. في الوقت الذي يزدري فيه بعض العرب لغة الضاد، علمنا أن الشباب الكوري الجنوبي يهتم كثيرا بتعلم اللغة العربية، فجئنا إلى هنا إلى جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية للتعرف معا على السر في هذا الأمر. هذه الجامعة واحدة من بين 6 جامعات كورية تدرس اللغة العربية وقواعدها منذ قرابة 50 عاما. هنا في قسم اللغة العربية وجدنا الأستاذة يونغ كيونغ التي أخبرتنا عن سبب اهتمام الكوريين بلغة الضاد. وزارة التربية والتعليم الكورية قد اختارت اللغة العربية كمادة رسمية لتكون ضمن امتحان القبول بجامعات، يعني بصفتها لغة أجنبية ثانية رسمية منذ سنوات، ولذلك يعني بدأ كثير من الطلاب الكوريين يعني يقبلون على دراسة اللغة العربية للمشاركة في امتحان القبول بالجامعات بصورة رسمية. وقبل ذلك طبعا في الأونة الأخيرة قد بدأت كوريا تشهد زيادة كبيرة والملحوظة في حجم تبادل ثنائي بين كوريا والعالم العربي. رافقنا الأستاذ يون إلى إحدى محاضراتها، فبدا الاهتمام باللغة العربية واضحا عند الطلاب الذين يعتبرونها مدخلا لمستقبلهم. سمعت العربية من التلفزيون بالصدفة، لكن أول مرة سمعتها أحببتها كثيرا، يعني صوتها كانت جميلة. أنا شخصيا أعتقد أن اللغة العربية أجمل لغة في العالم، يعني بشكلها وصوتها والنطق يعني خاصة. الطلبة لم يكتفوا بدراسة قواعد اللغة العربية بشكلها الصحيح فقط، بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. يجب أن نحفظ تقريبا 5 أو 6 سورات القرآن الكريم، مثل سورة الفاتحة، سورة الكافر، سورة الفلق، سورة الناس. الجامعة بدورها عمدت إلى إرسال الطلاب إلى الشرق الأوسط للتعرف على الثقافة العربية وزيادة الاحتكاك بالعرب. يحيى نافع، بين سبورتس، سول.